اختتم في المركز التراثي الثقافي ببيت لحم مخيم صيفي لعدد من أطفال المدينة، بعد أن تلقوا العديد من المهارات الشبابية التي ساعدت على تنمية مواهبهم في نشاطات مختلفة، حيث جرى في نهاية الاحتفال توزيع الشهادات والهدايا على المشاركين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرلين الحدوي. من ضمن فعاليات مركز بيلينغوال وبالتعاون مع مركز حفظ التراث الثقافي، اختتم المخيم الصيفي لأطفال مدينة بيت لحم، وعددهم 40 طفلاً تتراوح أعمارهم ما بين 5 و12، حيث أقيم المخيم والتدريبات في المركز التراثي الثقافي، واشتمل على العديد من الفعاليات والنشاطات مثل الحفر والرسم على الحجارة وطرق الزراعة الحديثة وإعداد مجسمات والزخرفة والموسيقى والدبكة ورحلات متنوعة وزيارة الأماكن الدينية والتعرف عليها والأماكن الأثرية وبمرافقة دليل سياحي، إضافة إلى نشاطات كثيرة متنوعة وورشات عمل مختلفة تنمي موهبة الطلاب وتحيي فيهم روح التنافس والحب والمعرفة. أقمنا هاي الصيفية مخيم صيفي بعنوان جذورنا في تراثنا بالتعاون مع مركز حفظ التراث الثقافي، وكان يضم 40 مشارك ومشاركة لأعمار من 5 إلى 12 سنة. كان هدف المخيم تعريف الأطفال على تراثنا، يلعبوا ألعاب زمان بعد طبعا سنتين محشورين بالبيوت ومش عم بيطلعوا، وكان تفاعلهم كتير كبير وحلو، وأخذناهم عرفناهم على أماكن أثرية وعلى أماكن دينية في بيت لحم، مثل زرنا كنيسة المهد وشرحنا لهم عنها بمرافقة دليل سياحي خضرة زرينة، وعملنا معهم كتير نشاطات منها الترفيهية ومنها التعليمية والفنية. أخذنا الأطفال في هالأسبوعين في المخيم الصيفي عنا على الأماكن المقدسة في بيت لحم وعلى الأماكن التاريخية برضو اللي الأطفال مش كلهم بيعرفوا فيها، حتى كنيسة المهد ما بيعرفوا تفاصيل عنها، فكتير استفادوا وكتير كانوا مبسوطين وإحنا مبسوطين الأطفال كانوا عنا وعرفنا إحنا نفيدهم في هاي المعلومة. وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الشهادات على الحضور مع هدايا رمزية لجميع الأطفال المشاركين بوجود الأهالي والتقاط صور تذكارية مع المدربين. لنرسات مارلين الحدوى من مركز حفظ التراث الثقافي بيت لحم.